ربنا يبارك له مع النادي الاهلي في السنتين اللي جايين التانيين ويحقق بطولات زياده. طبيعي ان علي معلول يجدد للنادي الاهلي، ده اصلا ده بيته، الاهلي ده بيت كل الاهلاويين، وعلي معلول افضل باك في افريقيا، فلازم يجدد، ما ينفعش، ده بيته اساسا. علي معلول لاعب كبير وربنا يوفقه مع النادي الاهلي، ومش هيلاقي جمهور بيحبه زي جمهور الاهلي. والله بقول له مبروك علي، اضافه لاي فرقه، من احسن الصفقات اللي جت للاهلي من 10 سنين الاخيره دي، لعيب يعني مؤثر جدا، وبقول له مبروك يعني كابتن علي، اضافه يعني. علي معلول احسن حاجه، الف مبروك ان انت مضيت لنادي الاهلي احسن فريق في افريقيا. احب اوجه له رساله اللي انا اصلا نفسي اكمل دايما في الاهلي وما يسيبوش، ويا رب دايما ايه يكون يعني خير لينا، وهو اصلا ايه يعني احسن باك في مصر، ولحد دلوقتي ما يعني ما شفتش زيه الصراحه، وانا على حبي الشخصي بحبه جدا جدا، ومبسوط جدا ان هو جدد للاهلي، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. اقول له طبعا الف مبروك، واقول له يا رب يكمل المسيره معانا وبطولات زياده باذن الله، والاهلي فوق الكل. طبعا بنقول له مبروك على التجديد، وان شاء الله يكونوا سنتين كويسين ومزيد من البطولات والانجازات. اتمنى لعلي معلول كل خير في النادي الاهلي، لانه ادى النادي الاهلي كتير جدا، وبتجديد علي معلول بصراحه اسعد جماهير الاهلي كلها مش انا بس. اقول ان دي صفقه حلوه جدا لعلي معلول، والنادي الاهلي صفقه كبيره جدا، لانه هو لعيب بيعتبر من احسن اللعيبه في النادي الاهلي، ودي حقيقه.